تونس. ترجع في خطأ من الياس الصخيري. الياس الصخيري دقيقة الأخيرة 90 سبعة ثمانية دقائق باش يزيدهم الحكم. شنو هذا؟ مش معقول بصراحة. فضيحة فضيحة في تاريخ الكرة الإفريقية، فضيحة في تاريخ الكرة الإفريقية، فضيحة. خاسرين الماتش لكن فضيحة يا حبيبي. الحكم ما هوش عارف الوقت، كارثة كبيرة جدا. الحكم مش فاهم شيء. الحكم جاني سيكازوي. المباراة تنتهي لمصلحة الفريق.